نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم. شوف، أولا تنوير الرأي العام، هذه حقيقة لا مناص منها. الجلسة أو الدورة تاع مقاطعة جليز ما كانش مغطية من طرف الإعلام، وبالتالي ما وصل من حقائق هو مجرد تسريبات ديال اجندات سياسيه معينه. بمعنى كاين لانتربريتاسيون، كاين التاويل، كاين مجموعه ديال الامور تما، كاين تشويشات. بالتالي نقول لك انا الذي حدث هو اللي موجود في المحاضر، هو اللي سجلت السلطه، هو اللي شافوه المستشارين وشافوه الاطر اللي كانوا حاضرين في الدوره. ما تروجوا الصحافه من تبادل السب والقذف، راه ما كاينش. راه كاين وابل ديال القذف والسب من جهه واحده. عبدو ربيه تفوه بجملتين فقط. نكون واضحين، راه المحاضر كاينه، راه الفيديو كاين اللي سربوه الاخوان اللي صور. عبدو ربيه قال جملتين، تنتحمل مسؤوليتهم لانه عندهم التبعات السياسيه ديالهم. قلت اودي انت نكره في السياسه، ثم انت خطا في حزب العداله والتنميه، واعني ما اعني بهذا الكلام هذا. نكون واضحين استاذ، نكون واضحين. الذي حصل هو نتائج، شي اسباب. الذي حصل ان المستشار بويدو باش يقذف ويهاجم، انا كنت اعلم ماذا سيحدث قبلها بثلاث ايام، واعلم بالطبخه والمؤامره التي تطبخ ضد حزب العداله والتنميه في هذه المدينه المباركه، المدينه الحمراء، شهر هذا بالمقاهي. ومنين غتجي الوقت تاع ديك الاسماء سنذكر الاسماء. انا نقول لك انا ما عنديش خلاف مع هذا الشخص، وكون كان عندي معاه خلاف شخصي غنمشي للمحاكم، كيف دارت العمده السابقه اللي دعاتو، كيف دار حميد الشواني اللي تنازع معاه، كيف دار المستشار بن خالتي، كيف دار واحد المجموعه ديال المستشارين اللي تنازعوا معاه في دوراته وداخل اللجان. يعني هذا السيد عنده سوابق في هذا الاطار هذا، وانا بمن اعنى هذا السلوك. انا بو الحسن خالي المناضل حزب العداله والتنميه الذي مارس المعارضه ويمارس الان التدبير، انسان معروف في الساحات ديال الاعلاميه ولا المتتبعين تاع الشان المحلي ولا الشان العام. انا نقول لك باش نقول لك مسألة ديال المساطر الحزبية، أنا ابن الحزب وأخضع للمساطر الحزبية وأفهم وأتفهم. الحزب راه دار المسطرة ديالو، دار التحقيقات ديالو، دار الأمورات ديالو. مسألة ثانية، هذا جانب. المسألة الثانية هو الطرف الآخر راه ليس ابن حزب العدالة والتنمية، هذا يأتي في إطار واحد المجموعة ديال التقديرات ديال الحزب، في إطار الانفتاح على واحد المجموعة ديال الناس وإدخالهم وإقحامهم في اللوائح تاع العدالة والتنمية في الاستحقاقات الأخيرة. وأنا كنت من الذين اعترضوا على مجموعة من الأسماء، من بينهم بويدو محمد، لأنني أعرف هذا الشخص، ما عندوش قدرات على التدبير، ما عندوش قدرات على أنا كنت من الذين اعترضوا على مجموعة من الأسماء، من بينهم بويدو محمد، لأنني أعرف هذا الشخص، ما عندوش قدرات على التدبير، ما عندوش قدرات على التسيير، ثم أنه مندفع، ثم أنه أخلاقيا وكذا كذا، واحد المجموعة ديال الأشياء أنأى بنفسي على الحديث عليها. وثم توجهت لي انا ثلاثة ديال الاتهامات مفبركة، وكنعرف السياق فاش جات، اللي كتدخل في اطار المساس بالمناضلين تاع حزب العدالة والتنمية والاسقاط ديالهم تباعا في الملحقات، في المقاطعات ديال المدينة. ثم ما سياتي بعدها بالنسبة للمجلس الجماعي والحلم والوهم الذي يعيشه بعض الاطراف السياسية في المدينة تاع اسقاط المجلس في حدود ثلاث سنوات، شي راه معروف، هادشي دابا الان يطبخ ومعروف شكون اللي تيطبخو، ولكن ياتي الوقت باش نذكروا الاسماء ونذكروا الاشياء ونسميها بمسمياتها. الان انا اعطي مجرد عناوين، انا اعطي مجرد خطوط عريضه اللي ممكن تكون مجال ديال النقاش وديال البحث وديال كذا، لانه ماشي من اخلاقي انا انني نقول شي واحد انت يا بن الساقطه ولا كذا. الامور هذه ما عندهاش، المواطنين صوتوا علينا باش ندبروا الشان المحلي، ما صوتوش علينا باش نتقاذفوا بيناتنا. وبالتالي انا أجدد وأكرر في نهاية هذا اللقاء الصحفي الذي أتشرف بالحضور إليه، أن ما حصل حقيقته توجد في المحاضر، وتوجد في تقارير ديال السلطة اللي كانت حاضرة، وتوجد في المحاضر ديال الدورة والتسجيلات الصوتية ديال الدورة، وتوجد عند من حاضر. أما اللي سرب داكشي اللي بغى يسرب وأعطى الصحف، ثم أن الصحافة روجت داكشي اللي طروا ليها وتحكى ليها بحسن نية أو بسوء نية، هذا أنا بعيد على الأمور هذه. وإذا كان الوقت يسمح سأدلي بأشياء الكثيرة في ظل هذه المؤامرة التي يتعرض لها مناضل حزب العدالة والتنمية، وخاصة بو الحسن خالي
شخص بوالحسن خليل، بوالحسن خليل ليس انسانا مجردا، ماشي تعرض للاهانه في الزنقه ولا في الشارع العمومي، راه تعرض لها داخل مؤسسه وبصفته مناضلا حقيقيا ديال حزب العداله والتنميه، باش نفهموا هادشي. اما الطرف الاخر ليس ابنا لحزب العداله والتنميه، متنقل بين مجموعه من الاحزاب، تم استقطابه في اطار قتل انفتاح على واحد المجموعه ديال الطاقات داخل المدينه وتجديد دماء الحزب. ولكن هذه كانت من التقديرات الخطيره التي يجب اليوم ان نعترف ونخرج عند المواطن المراكشي نقول اننا اخطانا في التقديرات ونعتذر لكم. اخطانا في التقديرات، القياده المحليه اخطات في التقديرات ويجب الاعتراف بهذه المساله هذه. اما خليل بوحسن فهو مناضل منضبط لتوجهات الحزب ولمشروع الحزب، وسيبقى كذلك حتى الى الحزب راى غير ذلك. نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم.